بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الفضلاء الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذه تحيه اليكم في هذا الصباح المشرق نسال الله تبارك وتعالى ان يعطر انفاسه بظلال هذه الاسماء الحسنى التي نتناولها في دقائق معدوده قال الله عز وجل: هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. المتكبر هو العظيم ذو الكبرياء، المتعالي عن صفات خلقه، المتكبر على عتاتهم. الكبرياء العظمه والملك، فهي كمال في ذات الله تعالى، وكمال في وجوده، وكمال في افعاله فالله تعالى هو المتعاظم بذاته العليه فكل ما خلق وذرا وبرا فبفضله وانعامه وامداده واكرامه واحسانه كيف لا يكون كذلك وهو اعلى واجل واكبر من ذلك وكيف لا يكون كذلك وهو القائل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وهو القائل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار متفرد بالكبرياء فليس يشبهه احد لو شاء اغلق بابه عمن عصاه ومن جحد متوحد متكبر سبحانه الفرد الصمد وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد سبحانه وجل في علاه ومن اثار الايمان باسمه تعالى المتكبر ان يمتلئ القلب بخلق التواضع لله تعالى بتوحيده وعبادته والانقياد للحق الذي جاء في كتابه سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه واله وسلم الذي قال الكبر بطر الحق وغمط الناس وبقدر ما في القلب من تعظيم الله تعالى والايمان بكبريائه وجلاله يكون التواضع للحق ويكون ترك احتقار الخلق قال نبينا صلى الله عليه واله ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والاذعان له تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه يكون هذا الاذعان بامور ثلاثه الاول الا يعارض شيء مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء من المعارضات الفكريه او العقليه او السياسيه والثاني الا يتهم دليل من ادله الدين بحيث يظن فساده او نقصانه او نحو ذلك وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم ولكن تاخذ الاذهان منه على قدر القرائح والفهوم والامر الثالث الا يجد الى خلاف النص سبيلا البته لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله بل اذا احس الانسان بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم عياذا بالله على الزنا وشرب الخمر وقتل النفس بل هذا الخلاف اعظم عند الله من ذلك وهو داع الى النفاق وهو الذي خاف منه الائمه الكبار اذن اهل الاسلام والسنه لا يقع عندهم شيء من الترفع او التكبر عن دليل من كتاب ربهم وسنه نبيهم صلى الله عليه واله فهم لهذه الادله يتواضعون ولهذه النصوص يخضعون يفهمونها ويوجهونها وجهتها الصحيحه أيضا من آثار الإيمان بسم الله تعالى المتكبر أن يخاف من الله وأن يستحيا من الله وأن يبادر العبد إلى طاعة الله وأن يتيقن العبد بأنه ما من متكبر وطاغية إلا وسيقصمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وفي الاخره يقول الله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامه امثال الذر يطاوهم الناس هذا لهوانهم على ربهم جل وعلا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين